هذه اللفتة هي رسالة للاحتلال الإسرائيلي الموجود في بيت إيل بأن صوت الحقيقة لن يسقط، وأن هؤلاء الصحفيين جميعا كل بمقداره وقدره وبمنصبه لن يتوقف، وأن يعني روح جديدة بثت فينا جميعا سواء الإعلام المحلي العربي الدولي بأن هناك قضية شعب شيرين بما تمثله من إنسان صاحب قضية مقدسية فلسطينية عربية عالمية، يعني صورتها أن تكون هنا على يعني أعلى مبنى في رام الله، الإعلام الرسمي الفلسطيني، هذا ليس بالشيء العادي والشيء البسيط، هو يعني ليس مجرد لفتة، هو يعني لو كانت شيرين تستطيع أن ترانا لا يعني كنا نتمنى أن ترى هذا الحب، هذا يعني الحب الجارف، يعني 4 أيام ولا زال الحب يعني يزداد ويشتعل، ليس حب اعتيادي، يعني جنازة 4 أيام متواصلة، صارت الجنازة على مسار 140 كيلومتر في كل بيت فلسطيني في كل بيت عربي، تصلنا رسائل من أناس عاديين من دول لا نعرفها ولم نسمع فيها نرى هذا الحب، وبالتالي يعني كل الشكر بطبع السيد الرئيس محمود عباس، للمشرف العام الوزير أحمد عساف، لكم جميعا، لأن شيرين أيضا هي بنت، ويعني هي من تعلمت وبدأت مسيرتها المهنية في صوت فلسطين عندما لم يكن هناك سوى استوديو صغير ومايكروفون صغير، وبالتالي يعني كل يعني هذه ليست مجرد لفتة عادية، أنا بنظري هذه رسالة كبيرة تحمل معاني كبيرة جدا، التعاون، التقدير، المساعدة التي قدمها تلفزيون فلسطين بكل إمكانياته لنا لتغطية الجنازة بكل تفاصيلها، لأنه يعني منذ اليوم الأول منذ اللحظة الأولى يعني كنا في حالة صدمة، طبعا لازلنا في حالة صدمة، ولكن كل المساعدة التي قدموها لنا في كل مرحلة بكل الإمكانيات يعني شيء لا يمكن وصفه، يعني لا كل كلمات الشكر لا تستطيع أن تسعفنا أن نشكر الإعلام الرسمي الفلسطيني، لا تستطيع أن تشكركم أنتم جميعا العاملين في الإعلام الرسمي، الصحفيين كافة باختلاف وظائفهم وأعمالهم وأماكن تواجدهم.